نفسي اتعالج عشان اعرف اتعامل مع اولادي كويس. هي المشكله مش فيهم، المشكله فيا انا. يعني نفسي اتعالج كده وابقى ام مثاليه. المشكله اني على طول متعصبه، على طول متنرفزه، مش عارفه اتكلم، مش عارفه اتعامل. بس انا نفسي اتعامل مع اولادي كويس. ازاي معرفش. الاكتئاب ده عبارة عن واحد صاحبي سكت مش راضي يسلم عشرة عمر بقى. بحاول اخلص منه حبة حبة، بس الظاهر كده ان هو مطول معايا شوية. بحاول اكون مصاحباه، يعني انا مش مصاحباه عمر الظاهر، بس بحاول اكمل حياتي دي، بحاول اكمل حياتي وهو على ظهري يعني. لكن اللي يسيبني دي ما اعتقدش. كنت تعبانة ومش حاسة بحياتي بأي طعم، ولا مع ولادي ولا مع جوزي ولا في حياتي كلها. فرحت الدكتورة وقالت لي غالبا انت عندك اكتئاب ومحتاجة تاخدي أدوية. ساعتها حسيت ان في مشكلة. وانا ايه اللي جاب الاكتئاب؟ هل انا عايزة افضل مع الاكتئاب ده ولا اخرج منه؟ قويت نفسي كده وقلت لا، أنا لازم آخد من الاكتئاب ده عشان خاطر ولادي، ولادي محتاجيني. أنا ما كنتش أعرف إن هي فارق معانا، وما كنتش فاكرة إن هي حاسة بينا لما كانت بتنام بال 12 13 و16 في الأواخر حتى ال 36 ساعة. احيانا ممكن اقعد بالثلاث او اربع ايام من غير نوم، وايام تانية ممكن انام اليوم كله بنام نوم، بس بنام وانا مخي شغال، ببقى صاحيه مع اني نايمه. اعراضي الاكتئاب الفطريه احيانا القلق، واحيانا النوم المزمن، وكلا الحالتين يصاحبهما احساس دائم بالتعب وقله الطاقه. احنا كنا بنحاول نعمل اي حاجة علشان خاطر نصحيها، عشان كان نفسنا انها تبقى معانا. بس هي ما كانتش عايزة تصحى. ده احنا حتى عملنا لعبة، لعبة اخترعناها عشان خاطر تصحي ماما. بعد كده اكتشفنا بعد ما ماما ماتت جوابات كانت بعتها سنة لما كنت حامل فيا لدكتور نفساني، كانت بتوصف له أول أعراض الاكتئاب. كانت بتقول له أنا مش عايزة أفضل كده، أنا عايزة أبقى كويسة، أنا عايزة أبقى كويسة عشان خاطر ولادي، أنا عايزة أبقى كويسة عشان البيت اللي جاي. هي لعبة. بص، هي كانت بتبقى قافلة على نفسها الباب بالمفتاح من جوه. أخويا كان بيجيب برنار ويعديه من تحت الباب، وبعدين كان بيجيب بتاعة كده ويزق بيها المفتاح، يقع على الجرنال، يشد الجرنال ويفتح الباب بالمفتاح. أنا بقى دوري كان إن أنا أجري على وشها بفوطة مبلولة. وأختي كان دورها إنها تقعد تلف في السرير. وفي لحظة إحنا الثلاثة
بننجح بس الاكتر كنا بنفشل لان هي لو كانت قررت انها تنام وما تصحاش تاني كانت تنام على اي حاجه. تلات مشاكل هما اللي وصلوني للاكتئاب. المشكلة الأولى هي المرض، إحساس العدم ده إحساس صعب أوي. أنا عندي حاجة اسمها التهاب على الأرض المركزي، بيحصل لي التهاب في عضلات جسمي كلها، وأنا مش قادرة أتحرك، مش قادرة حتى أقول إن مكاني أكل. وجع في الظهر من تحت، هو بتحرك عادي وفجاه مبقاش قادره اتحرك. اللي زاد بقى وجع في البطن. في الاول كنت فاكراها تريق بس ما طلعتش تريق. فقلت اهلا وسهلا بقى. احساس العجز ده كان بيبقى مخليني متعصبه طول الوقت. ما انا مش قادره اعمل اي حاجه. مش قادره اقوم اروق البيت. مش قادرة أقف في العيال، مش قادرة أذاكر لهم، مش قادرة حتى أودي الواد الصغير الجلسات بتاعته، علشان كده ببقى متعصبة طول اليوم، ومش قادرة أعمل أي حاجة، بس يا ابني أنت أهو، بس وأنا هفضل ألم وراكوا كده طول النهار، بس قلت بس أنا ما قلتش بس! المشكلة الثانية هي اخواتي. أنا كنت فاكرة إن سامي جاي في البيت. كنت فاكرة إن أنا لو وقعت هلاقيني في الأرض. طلع كلام كتير. اكتشفت إن هما كانوا عاملين فيك. وبوفروا مشاكل كتيرة جدا في حياتي الدنيا. فهمت وتعلمت إن في أحيانا كتير أوي اللي حوالينا بيكونوا هما السبب في الوجع. ممكن أكون بفكر في حوار قديم ولا في حاجة كانت مضايقاني في حياتي الشخصية. وأقعد أقول بقى طب أنا لو كنت عملت كذا، طب أنا لو ما كنتش كلمت فلان، شفتي انت عملتي ايه؟ شفتي انت وصلتي نفسك لايه؟ احد اسباب ضعف انا العمر ولا اكيد الباب والشعور الدائم بالذنب الذي لا يغفر والذي لا يغفر خالقا. مشكلتي ان انا بعامل الناس كلها سواسيه. ما بعرفش اخد حذري من حد يعني. اكتشفت مؤخرا ان انا كنت غبيه في اختياراتي. معاملتي لاصحابي وحسن النيه ودوني لورا. الاخر يعني اصحابي غدروا بيا. انا كنت بحب شغلي جدا. بس مؤخرا بقيت اكره حتى ادخل الشغل وبفكر اعمل اجازه. يعني الحاجه الوحيده اللي كانت بتفك عني وبهرب بيها من جو البيت ده بغبائي ضيعتها. او يمكن بتبتي او يمكن بحسن نيه. انا اصلا ما بعرفش اخد جنب من حد طالما ما عملتش حاجه. بس يا فجاه بعد كده الشخص ده بالذات في ناس واقفة جنبي وعارفين انا ايه.
اكتر من نفسي ومش عارفه اتعامل ازاي. اتعامل بخاف زي اللي بشوفه حواليا ولا افضل زي ما انا؟ مين الصح، انا ولا هما؟ انتي صح، افضلي زي ما انت، ما تتخبسيش، ما تتلوعيش. انا شفت ناس والله بقوا سامية بيجيبوها وكده، فلازمته ايه يعني نقعد نزعل وناكل في بعض ونعمل في بعض كل ده؟ بس ليه غيري بقى ما بيفكرش زيي؟ ده غير بقى مشاكل في البيت. مش عارفه اتعامل مع جوزي. مش عارفه اتعامل مع ولادي. وبنام نوم رهيب. مش قادرة أتعامل مع حد ولا أتكلم مع حد، وبنسى بطريقة مش طبيعية. تبي تتكلميني كده؟ وأنا مش سامعاكي. كأني سامعة روحي، سامعة جوايا. أنا نفسي بقى أفوق من اللي أنا فيه ده، ونفسي أبطل نسيان. المشكلة الكبيرة في حياتي هي مشكلة ابني. احنا ما بنحبش عيالنا علشان هم اذكى عيال في الدنيا ولا احسن عيال، احنا بنحبهم زي ما هم. وانا بحب ابني زي ما هو وراضية بقضاء ربنا، بس الولد صعبان عليا قوي. المجتمع هو اللي مش قبل. انا ابني لما تشوفه اول واحدة. ايوه يا حبيبي. ابني لما تشوفه لاول واحده بتحس ان هو طفل طبيعي، بس يعني لما تاخد السكه معاه في الكلام شويه هتحس ان ادراكه اقل من سن الرب شويه. وهي دي بقى المشكله. المشكله في البيت، في الشارع، في المدرسه، وفي كل حاجه. في الاول لسه عايش في المدرسه كنت بتعصب على عيني، بس بعد كده ابتدى يعمل حاجات غريبه هم مش فاهمين. مش فاهمين بالظبط. غير مشاكل الولد في المدرسة. أنا أصلي مقدمة دمك.
كان في مدرسة كانت كويسة جدا بصراحة، كانت مخليها في الشرطة المدرسية وكانت مخليها تتفاعل مع زمايله، لحد ما جه في يوم واحد من زمايله قال له ايه الولد رجع البيت متأثر قوي بيقول لي ماما يعني ايه نقع؟ واحد صاحبي النهارده قال لي كان نقع، يعني انا قلت مش يعني ولا في ايه يعني؟ لا يا حبيبي نقع دي مش قديمة ولا حاجة وحشة، هو بس علشان خاطر مش فاهم بصراحة انت بس اللي بيقولك الامتحانات مختلفة شوية عن الامتحانات زمان، ورحت على الاخصائية النفسية وزعقت معاها، ما انتوا مش جايبين ولادكم هنا على طول تتعبوا نفسيا. بقول لك ايه، لما تكلميني توطي صوتي. لازم تعملوا توعية للولاد، الولاد لازم يفهموا ان عيالنا زيهم بالظبط، لكن هم بس عندهم شوية مشاكل بسيطة. هتفهموها لهم ازاي دي بقى؟ انا معرفش، بس دي مشكلتكم. حاضر، مش قلنا حاضر. بصي مفيش اي اهتمام بولادنا، ابسط مثال ان انا كل ما اروح المدرسه اخد الولد اقول للمدرس لازم يبقى قاعد قدام الولد عنده فتره الحاضر ومفيش حد في الانتباه. يعني اطفال الذين يصابون بالتدخين لتقييم ذاتي متدني، علاقات اجتماعية إشكالية وفحص المتدخنين في الوقت التعليمي. ما هو بالعقل كده، طول ما الولد قاعد ورا هيقعد يرسم ويلعب ويأثر على حاجات صحابه، لازم على الأقل يقعد في أول ديسك عشان يركز معاه. ولا بقى كأني بكلم نفسي. مفيش حد فاهم يعني إيه بطيء تعلم. كله بيعاملوا على انه المشكله الاكبر في المدرسين. مريض نفسي؟ مريض نفسي؟ يعني ايه مريض نفسي دي يعني؟ يعني مجنون؟ كلمة تجيبني وكلمة توديني من كتر يعني ما انا عايزة اخد القرار الصح، بس في اوقات بقى باخد القرار. وبعدين يعني بيحصل مشكلة وبرجع اقول يا ريت اللي جرى ما كان. بيتي ولا حتى التعليم كنت عرفت اكمله. ايه البطاقه؟
يشفيهم ويعافيهم يا رب. معاقين جدا، بيقعد يعمل حركات غريبه والواد يقعد يقلده. انا اصلا ابني عارف وحاسس ان هو مش زيهم. ده انت ابني كويس ما شاء الله، امال جايباه هنا ليه مع ولادنا؟ ده فرق عنهم كتير قوي يا حبيبتي. اروح مع الطبيعيين برضه الولد مش عارف يتاقلم، عمره ما بيكون لا بنفس السرعه ولا التركيز زيهم. طب اعمل ايه طيب؟ ابني لا عارف يتاقلم لا مع دول ولا مع دول. ابني محتاج معامله واصله. ده غير ان انا مقدمه في المدرسه دمي، يعني السنه دي وطالب بكل مناهج سنه خمسه. ابن انا ده اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب، تديله تاريخ وجغرافيا وعلوم وحساب وعربي ونحو، هو بالعقل كده يا ناس بالعقل. لكن تديله مناهج ثانيه اللي في حالتهم، الاطفال اللي في حالتهم يدرسوا لهم مناهج مبسطه، يشرحوا لهم نفس المنهج بطريقه مختلفه عن العيال الطبيعيين. مش محتاجه ذكاء وديب. ده غير انه كمان كام سنه المفروض يدخل ثانوية عامة. ابننا هيدخل ثانوية عامة وفي نفس الوقت والله العظيم والله العظيم متهيألي أبدا إن أنا أقدمه في مدرسة متخصصة وأشوفه لحد 10,000 سنة. ولاد الحلال يسألوني عن مدرسة كده مدينة الكبرى عندنا في مصر في الحلال، تبع البرنامج اللي بيجي في التلفزيون بتاع التلفزيون المسلسلين كبرى. على نفس الشيكات ب 35,000 جنيه عشان خاطر ابني. يا لا ابني عنده عطسه معايا. وبالتالي عمليتي غاليه جدا ومحتاجه فلوس كتير قوي. والسماعه ممكن تقعد بالشهر والشهر ما بيسمعش بيها عشان محتاجه صورة ومفيش فلوس. مشكلة ولادنا لازم المجتمع كله يعرف بيها، خصوصا ان احنا ما بقيناش قليلين. بس تلات ارباع الامهات بحس ان هما بيضحكوا على نفسهم، علشان دي هتقول على ابنها وحش ودي هتقول ودي هتقول. بس انتي مصلحة ابنك هناك. احنا محتاجين نفور دماغنا الاول. طريقة التفكير دي هي اللي لازم تتغير. وعلى فكرة يعني انتي ممكن ابنك وهو كبير لا قدر الله يعني حادثة عربية ولا شوية سخونية ويجرالوا كده.
لازم يعني تبقى جماد ولا يبقى موجود كده. يعني ايه واحدة شحطة عندها 38 سنة وتعملوا كأنها عيلة صغيرة ماشية كأنكم مركبين فوق دماغي كاميرات وده اه وده لا وده ينفع وده ما ينفعش وده يصح وده ما يصحش بزمتكم هو ده اللي يصح اه في حد الحد ده هو اللي بياخد بس احنا متفقين يعني ان احنا يعني هو موجود بس عارفه كده لما اقرب حد ليكي جرحك كده مش بشايفه وبعدين يقول لك ما تزعليش ده انا خايف عليك لا ما بزعلش مش انا بطلت ازعل من زمان مش انا قررت ان انا اسيب ورش
الإهانة من تصرفات الناس. أنا عاملة نفسي قدامكم بطلة، بس أنا من جوايا، بس الحمد لله الحمد لله، يعني كل الناس اللي بتعرفني بتقول إن أنا حاجة إيه؟ إيه العظمة دي؟ إن أنا بعرف أعمل كل حاجة، وإن أنا بدخل نفسي في كل قصة، وأي حد من إيه؟ كان زمان وقت من زمان، إن أنا بدخل في القصص وبتعلم وبشتغل وباخد شهادات لحد النهاردة وبكرة، أصل أنا يعني مش هفضل حاطة إيدي على خدي مستنية الجواز. حلوه ولا ايه؟ ايوه حلوه على فكره، شايفه نفسي حلوه وهفضل
تجاوبوش على السبب الحقيقي ان انا عايزه اتجوز شريكه في حياتي راجل. عايزين ايه؟ انا عايزه راجل يبدأ لك من كلام الناس. تفتكروا لما هتجوز هخلص من كلام الناس؟ في ايه مصروف على اخلص؟ ايه هخلص ولا مش هخلص؟ محدش بيخلص يا حبيبتي، ولا اللي متجوزه مرتاحه ولا اللي قاعده لوحدها. يا ماي يا ماي يا ماي. احساس العجز ده احساس صعب قوي. انا عايزه ابقى كويسه عشان ولادي، عايزه ابقى كويسه عشان البيت اللي جاي. لقيت واحد صاحبي مش راضي زهقت بقى زهقت. بتكلميني وانا مش سامعاكي، سامعه صوتي، سامعه جوايا. طب انا نايمه بس مخي شغال، هو صح مع عيني نايمه. انا لو كنت بسمع كلام الناس اللي بتهدني ما كنتش خرجت من بيتي، ما كانش حتى زماني كملت تعليمي. ساعات بحس ان انا متذبذبه، كلمه تجيبني وكلمه توديني. هو اللي حن على طفلي بقى معاك الام. بقاوح زي اللي ماشي عكس الموج. كميه وجع